إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة الجلفة في بيت أخينا عبد الهادي الزيطوط. عبد الهادي الزيطوط في الحق الجيل السابق يعرفه، وجيل دروك ما يعرفوش بلي كان رياضي وكان حارس مرمى في السبعينات والثمانينات، في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات حتى التسعينات. شاب دروك ما يعرفوش دروك. أيه، وأخينا عصام راه معنا ثاني، الأخ عصام ربي يحفظه إن شاء الله وربي يفتح عليه إن شاء الله. عميرة، عميرة هو أصلا في العملية، هو أصلا عميرة. شراك عميرة؟ لاباس الحمد لله. اليوم وين تروح الليلة إن شاء الله؟ تونس. رايح لتونس، وش فيها تونس؟ وش فيها؟ في الحارة. الهريسة والفلفل الحار. زيد شنو النقط؟ مع من رايح لتونس؟ مع من؟ وحدي. وحدك؟ تعرف تونس وحدي؟ حميزي، حميزي حميزي حميدية، حميزي 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 مولك الروح. الحميزي، الحميزي راح معايا مع بويك. وين بويك انت؟ وين راه بويك؟ الأخ عبد الهادي راك إن شاء الله، إن شاء الله رايح الليلة لتونس إن شاء الله. مع الثالثة صباحا إن شاء الله انطلاقتكم إلى تونس إن شاء الله. وراه هو النورمالمون الموعد تاعكم كان في رمضان. إيه وعقبتوا رمضان، وإن شاء الله راح دير له الكونترول في تونس. في تونس إن شاء الله. والطب راه بعثت لهم بلي راك جاي ولا كيفاش؟ كلش مريق، كلش مريق. حمادة كنا تلاقينا مع عميرة ربي يشافيه ويعافيه إن شاء الله. وتلاقينا معاه في مسعد، جا عند خاله عصام ربي يحفظه ان شاء الله. واش راك تشوف في هذا الفتى هذا؟ لاباس يا السلام عليكم. اول حاجه الحمد لله على كل حال، بعد ما ربي وفقنا درنا الحمله تاع جمعيه التبرعات، بالك ما كانش بالك كاين اللي مش عارفها. بعد ما درنا حملة تاع جمع تبرعات الاخ عمر زيطو، الحمد لله ربي قدرنا ان نلموا المبلغ هذاك، وراح في ذاك الوقت في بري راح في ذاك الوقت لتونس باش يدير عمليه. يا اخي الحمد لله قالوا له ما كاش عمليه وكان العلاج برك، وهذا اليوم ان شاء الله اذا كتب ربي راح ثاني يروح ان شاء الله لتونس باش يدير كونترول واحد اخر ان شاء الله، وربي يشافي ويعافي. ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله. نحاولوا الاخ عصام، العصام دائما صاحب الابتسامه العايضه، ربي يدومها ان شاء الله. راه عميره الليله ان شاء الله يروح لتونس ان شاء الله، يجيب الخبر المليح ان شاء الله اللي صار من اللي كمل العلاج بدون عمليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان وعدناكم هاي قالوا له 6 شهور عاد رجع يكمل الكونترول تاعو ان شاء الله. الليله يسهل ان شاء الله يا ربي. دابا 6 شهور كملت لي تما وعاود رجع. هل من الجديد عصام؟ كش ما عندك جديد؟ كش ما كانش هكدا بعد، وخاصة مع دخول فصل الصيف كانش تقول الامور كاع. شوف الناشط الصحاب كانش فتح من هذا قاول حق الدواء مدة 6 شهور وهو كملوا في رمضان، واليوم ما عارف العام الخاص باللي يكمل 6 شهور يعاود يولي. كملوا له المسيرة تاعو. حركة برك شوية مازال حركي ياسر، مازال حركي. حركي شوية برك ماهوش اللي كاين. كيجينا كيما تما هاك الحركة بصح غير ما بدا عادي عادي عادي. معناه هناك تحسن من استعمال الدواء منذ 6 شهور هذيك. كاين تحسن؟ اكيد اكيد. قول النوم يرقد عادي، مش اللي معينه، مش همجي والله. مش يقرا في المدرسه؟ ما هوش يقرا، هو يقرا في حد البريفي في النهار. اي عاد خطوني، عاد خطوني كنت قاري فيه راني الفترة هذه الثانية هذه ما لحقتوش. يا يوميا 100,000 يوميا. يا احسن 100,000 تكلف ياسر. يوميا تكلف ياسر. نعود لك حمد، بالنسبة كما هاد الناس هذي الشباب راهم كثير 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 كثير، رانا نشوفوا يوميا الشباب يعاني
وش تقول لأهل الخير للناس المحسنين فيما يخص هذه الأعمال هذه؟ هي في الحقيقة العمل الخيري راح مش أي واحد يقدر يدير عمل خيري، مش أي واحد يقدر يبادر. كاين ناس ربي شغل يغرس فيهم حاجة نتاع حب الخير، حب باش كما يقول لك الإنسان يعود قلبه حنين وقلبه طيب، هو اللي يعاون الناس، هو اللي يشتي يقدم، هو اللي يشتي لازم يعود كما يقول لك يدير بصمة في حياته. والشبيبة شنو نقول لك، أنا شبيبة الوقت تالي عاد بينات بحساسية، عاد ما نش عارف، كل واحد وكيفاه، كل واحد والنية نتاعو. حنا ماذا بيا الناس كامل تتعاون، ماذا بيا المبادرة تعود كاينة على جال البلاد، على جال الزواول، على جال حنا راه كل يوم نكلموا فينا ناس محتاجين، كاين اللي محتاج دواء، كاين اللي محتاج كيما يقول ثقيلات، كاين اللي محتاج ياسر صوالح، كاين اللي محتاج مصروف، كاين اللي ما عندوش حتى واش ياكل، كاين اللي راح يخرجوها من الدار ما عادش باه يكري. واش نقول لك، حنا نقولوا ربي يسخر الناس الخير والمحسنين الثاني ربي ان شاء الله يسخر من الناس اللي راح تعاون تبادر، الشبيبه تاع اللي راح في المجال الخيري ثاني ربي يقدرهم وان شاء الله يلقى الله نسخر، لانه اذا ما كانش المحسنين سما اللي يدير في اللي في العمل الخيري تاع. انا نحكي كان شخصيا نفسي ملي اذا كيدير منشور، كيدير منشور على النداء على واحد محتاج مصروف ولا حاجه، كي ما لقاش التلبيه تاع الطلب تسمى يتاثر الانسان، صح يتاثر الانسان. انت دوك يجيك واحد، انا كي يقصد لي واحد عارف عارف حالته باللي صح ما عندوش وكيدير عليه نداء والناس الاخرى ماهوش عارفين حالته، يسمى راي انا اللي شغل انا اللي نتاثر به على خال. وكاين الناس ما تحسش العون، كاين الناس تعاونهم من اذا كي ترجع ثاني قاعد قاعدين. صح. وباش نبقاو في كيما يقولوا في الناس في الموضوع تاع عمر، في يوم من الايام درنا حمله تاع جامع تبرعات، الحمد لله كان خير الناس الخير، قدرنا ان في يوم مده 3 ايام نجملوا المبلغ هذاك في اكتوبر، والحمد لله يا ربي ربي سخرنا الناس الخير والشبيبه ثاني اللي وقفوا معنا كذا خير فردا فردا. ربي يحفظهم ان شاء الله. ربي يبارك فيهم ان شاء الله. والحمد لله ربي قدرنا وجملنا ذاك المبلغ وان شاء الله الحمد لله راح نقول راه على ما شفت قبل راه في تحسن. هناك تغيير اي ان شاء الله راح في تحسن، وحنا ماذا بينا اليوم ان شاء الله يروح بخير وان شاء الله يجي على خير ان شاء الله، وربي شافي عافية كل مؤمن ان شاء الله. عميرة واش راك؟ لاباس. الحمد لله. تروح لتونس؟ ايه. واش تخدم؟ قاعدة. قاعدة؟ فاتوا تروح كرس ولا في الموطو؟ ها؟ الاخ عبد الهادي واش تقول، شنو رسالتك لاهل الخير الناس المحسنين واش تقول لهم في ذا الوقت؟ خويا واش نقول لهم؟ كفى خير وربي يحفظهم وداروا قاعد عليهم، وكاين واحد الشخص ندور ندعي له دعوه ربي يجيب له الشفاء. احمد مؤمن، الحاج احمد مؤمن، وسهلوا لي امور، بعض الامور سهلوها لي. صح. وليداته اكرم وطارق و بيحفظهم ان شاء الله، ومؤمن صلاح ولي عبد الرحمن، وكاين يقول له عقبه، سهلوا لي بعض الامور لا داعي لذكرها. ربي يبارك فيهم. والخدامه اللي معايا هاني كثر خيرهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، وكنشكروا الناس باسمهم راه مش عيب، لانه اللي يدير الخير هذه راه كتبها له ربي سبحانه وتعالى، الحسنه نتاعو او الصدقه نتاعو راه تكبت. الاخ عصام واش تقول لها الخير، واش تقول لهم الناس الخير، وشنو رسالتك ليهم من وجه؟ ان شاء الله يتموا في المسيره، وان شاء الله يا ربي ربي يقدم على قد قلوبهم ان شاء الله يا ربي. امين. واللي يقضى حاجه في بره تقبل ان شاء الله، واللي حاجه دارها ربي راه ما دارهاش العبد سبحانه. صح. حاجه اللي مدها ولا بادر بها ولا عام بها ما دارها ربي ما مداش العبد، وربي يجيبها زينه ان شاء الله ان شاء الله. ما ننساوش ندعو لاخونا كادي ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله ان شاء الله، ربي يسر له ان شاء الله الناس الخير، وربي يدعي ان شاء الله يا ربي يشافيه ويعافيه. يشافيه ان شاء الله. اخونا كادي ولا راه يشفى، ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله، يرفع عليه ان شاء الله. بالنسبه احنا رانا في ايامات من ايام الله، فلله ايام عظام، منهم اليوم اول ذي الحجه من اعظم الايام، 10 ذي الحجه هذون، ويجي تجي يوم عرفه، والحج عرفه يوم عظيم كذلك، وبعدها يوم النحر يوم عظيم كذلك. جعل ربي سبحانه وتعالى هذه الايام فيها البركات.
احنا رسالتنا للمحسنين واهل البر بانهم يبادروا في هذا الوقت خاصه في هذه الايام العشر المباركات، من اللي يصدق حتى الله سبحانه وتعالى الانسان كيموت يقول يا ربي رجعني لاتصدق، ماشي نصوم ونحج وكذا وكذا وكذا، يقول له ارجع لي باش، وهذا لقيمه الصدقه وعظمه الصدقه عند ربي سبحانه وتعالى. واللي عنده ميت ربي يرحمه ان شاء الله، اللي عنده مريض ربي يشفيه، واللي عنده حاجه في قلبه ربي يقضيها ان شاء الله، وربي ان شاء الله يروحوا ما يروح لتونس ان شاء الله مع الوالد، وان شاء الله يروح ويشوفوا طبيب ويعطيه الدواء ويبرى. لا راجل ما مخ مخ انا درا مخك الله يبارك ما تعيط بطفي عصام جماعه. وهذه راها يسلم على خالو، شوف راه يشتي خالو، ها يشتي عشيه ويشتي خالو، هذا خالك يا اي خالك عصام. اذن هذه لها الرسائل لازم الناس تعرفها، باللي راه العمل الخير راه لله سبحانه وتعالى، والناس راه تدير فيه. اخونا حماده ربي يوفقه ان شاء الله، وربي يقضي ما في باله، وربي يحقق كل امانيه، ونقول له دائما القدام ونحل مارشاريال، لانه النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالرساله وانتقدوه وقالوا عليه مجنون، قالوا عليه ساحر، قالوا عليه كذاب، قالوا. وهذا الحديث راه لا ما يحبسناش، لازم ما يحبسناش، العكس عفوا هذا الحديث لازم يحفزنا باش نزيدو نمشو باه نضعفوا، لانه الجزاء عند ربي سبحانه وتعالى، لا نريد جزاء ولا شكورا، لا نريد جزاء ولا شكورا، حتى الله سبحانه وتعالى يحب الشكر، لئن شكرتم لازيدنكم، وربي سبحانه وتعالى يحب انه دائما يعود اليه الانسان. واحنا دائما رانا نعود لربي سبحانه وتعالى في السراء والضراء. اخينا محمد السبتي ثاني ربي يحفظه ان شاء الله، رافقنا اليوم وربي يجزيه خير، وان دل ذلك انما يدل على طيبه وطينه هؤلاء الشباب من خيرة ابناء مسعد، ربي يوفقهم ان شاء الله. ايامات حج، الحج الى بيت الله، ذركهم الحجاج في بيت الله سبحانه وتعالى يدعون الله، ان شاء الله ربي يجعلنا زياره الى بيت الله الحرام، ونزور قبر او روضه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونصلي فيها ركعات وركعات، وان شاء الله نقف، ربي وفقنا ان شاء الله، ونقف في عرفات ليغفر لنا ذنوبنا الله سبحانه وتعالى، ونعود كما ولدتنا امهاتنا ان شاء الله. اخينا عصام كلمه اخينا. اخويا جدا نقول ربي يحفظكم ويرحم والديكم. امين. وربي ان شاء الله يرحم الشيخ بالعافيه ويجيب العافيه ان شاء الله، ويكفى خيرهم كاع ان شاء الله. اخ عبد الهادي كلمه اخيره. كما قال عصام ربي يحفظك ان شاء الله. امين ان شاء الله. ويجيب العافيه ويجيب الخير. ربي يسهل كما تتمناو ان شاء الله. امين. عميره وش؟ لاباس. لاباس قول الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. حافظ قل هو الله هو. ايه. اقراها ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. أخ حمادة كلمة أخيرة. أول حاجة شكر للحاج ربي يبارك إن شاء الله. أمين. على وقتنا اليوم ربي يعطيك ما تمنى إن شاء الله، ومحمد سبتي ثاني ربي يحفظه. أمين. والجامع الكريم ثاني ربي يحفظ الشيخ هشام عبد الهادي فتحنا دار ثاني ربي يحفظه إن شاء الله. أمين. ورسالتي للناس أهل مسعد، أمانتكم راهي وصلت. أمانة تاعكم اللي كنا جايين فيها راهي وصلت، إن شاء الله اليوم راه يدير إن شاء الله العلاج في تونس. إن شاء الله ربي يشافيه ويعافيه. إن شاء الله. وفي الختام ربي يبارك فيكم إن شاء الله، وربي يحفظكم، واللي عنده حاجة في باله ربي يقضيها له. آمين. وربي يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، وربي يبلغ المقاصد اللي غاصة إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة. إذا من بيت أخينا عبد الهادي، عبد الهادي راه كما قلت راه كان حارس بكري، وكان ممكن نجيب لنا التليفون نشوفوه المباشر باه يعرفوا بلي راه ماشي تحدثوا من فراغ. دروك يحكي لكم عبد الهادي في 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 دقيقه او دقيقه ونصف، يحكي لكم كيف كانت ليكيب بكري وين اللي كانوا فيها اصحابه اللي كانوا معاه. شراك عميره؟ لاباس الحمد لله. راح تونس؟ ايه. واش تاكل في تونس؟ سهله سهله. واش تاكل في تونس؟ ايه.
الحال. هذا صيبي صيبي. عودة عودة لي عودة عودة سلم عليه سلم. نخرة عود نخرة. حب راسكم حب راسكم خالد. سعيد. عمير هذا الشاب الله يبارك ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله وربي يجعله بهذا الابتسامة. وين رايح؟ وين جاي؟ جبتني كحل اليوم جبتني تاع اليوم يا ربي فرج ربي يحفظك على محروق. امين امين. هاي ولا الله الله لا تعرفوا بلي انا ماشي تحدثون فراغ لا اعتمك البقاع. هاي غزروا هنايا هذا القميص هاو هذا القميص يورينا من اي في اي سنه السنوات تاع القميص هذا وين 1981 هذا القميص من 1981 مازال محافظ عليه. ممكن عبد الهادي تحكي لنا على المجموعه اللي كانوا معاكم وينه الاشخاص اللي كانوا معاك وينه اسماء الاسماء اي كاين بالاخضر بالقاسم بالاخضر بالقاسم بسليليح سليليح بالخير تهامي بالسعود هواري هواري محمد زدار المختار زدار المداني مصابرة مصابرة هاي نسيتهم بديت تنسى بالاخر بالقاسم بالاخر قلناه بالقاسم وين كنت تلعب وين الملاعب اللي لعبتوا فيه؟ الشوشه كاين المعهد كاين استاد الابيض قدام لي قدام لي ولي اللي كان السلك و جات المولوديه تلعب ب 75 وغير المولوديه جاو شنو؟ المولوديه ومن الجينيور تاع المولوديه والحراس السينيور. ايه ب 75 وقيلا 81 81 اي ورحتوا درتوا رحله الوهرم رحله الوهرم ممكن نحكي لنا شويه على الوهرم لي زندرس شافك انا صح شافي فيها رحتوا ولا شافك شافي؟ سيرفيس زوج سيرفيس تاكسي اخر الله يرحمه طحاح طحاح الله يرحمه الله يرحمه زينب في 12 تاع الليل زين كيما دار بن دراح بن دراح قويدر قويدر راح معنا بن دراح قويدر استاذ بن دراح قويدر استاذ بن دراح قويدر اي وحطينا البيت في الشط وقعدنا 15 يوم 15 درتوا مقابلات وديه تم صارت واحد الحادثه انه الكره الجديده ذيك الكره الاديداس كانت كره جديده و كاين واحد اللاعب قال لك عنده الرجل الذهبيه لاحف النخله كاع ايه كاين ولا نبقوا ذيك البالون نبقوا في وهران في وهران لا قيمة اديداس ولا اديداس اديداس ما كانش ليك سيدي في الوقت اديداس هي كي لحقنا الاصطاد لفخناها لفخ ضرب هذا شد بقرعو شد بقرعو الضربه الاولى لاحظوا في النخل راه فوق جات هذه في وهر الرجل الذهبيه في وهر عقبناه وغيره والله ما واش تعرف ملي قعدنا البليض بالعافيه قعدنا 15 يوم في لي زندلوس ومقابلات وديه مع عده فرق من غليزان وهران قدم لقيناهم في المخيم الصيفي وحضرنا في ذاك الوقت كان المسرح هذاك تاع اللي يديروها في ذيك الحصه اللي يديروا فيها في وهران في الثمانينات نصبوا ذوك تاعو اسمه ويديروا فيها نسيت يسموها واحد الحصه راهم يديروها في التلفزيون كانوا نسيت كانوا يديروا فيها ثم في وهران ذاك الوقت في زندلوس سموها دوزيام باري ذاك الوقت عمير روح منا روح منا طلش بلاصه طلش هذه حكايه عبد الهادي راه كان حارس مرمى وكانت المقابله صعبه باهي باهيه صوتوا على ضرب اللومي ولا هو ما لقيناش معاه ضرب اللومي ياك وبعدين بصاحب فوضى كانت فوضى ما يحبسش ودائما هذيك الممر تاع دائما في وهران فريق هذيك بصح ما يحبسش وكانت المقابلات دائما في الملعب ذاك الصغير هذاك و كانت التصفيات اذا كان بيناتيات رانا رابحين ان شاء الله اذا كان بيناتيات رانا رابحين ان شاء الله هذه هذا تيكو راه عندك ما تسوس الامكانيات ما كانش
اه لا قد عام نحسبوا قد عام 40 قد عام 40 سنه 42 سنه ها هو محافظ عليه القميص تاع 42 سنه. تحياتي لكل الرياضيين اللي كانوا معنا ذاك الوقت، كانوا شباب، والاجمل انه لا دخان لا شمع، كاين ولد اخلاق ما كانش هذيك ذا منين وذا منين ذا منين، كاع ما كانش واحد يعاود يصحصح ذا منين وذا منين كانش. وهكذا انا تحياتنا للاستاذ قويد المدرع كذلك الذي كان مبدعا ذاك الوقت، ربي يحفظه ان شاء الله، المجموعه كل ربي يحفظهم ان شاء الله، راهم كاع ضرب كل لاباس عليهم كاع رجال الله يبارك. والحمد لله لانه كانت النوايا سليمه، كانت النتائج اسلم واسلم، ربي يوفق الجميع. نلتقي معكم في ساعة طيبة مباركة إن شاء الله، لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات وفي هذه الأيام المباركات أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ الحدود ويملأ السدود. ورب إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، وأن يكتب لنا دائما، نؤكد ونؤكد، ادعونا ربي سبحانه وتعالى أننا نواصل كل عمل خيري إن شاء الله، ويكتب لنا زيارة بيت الله الحرام إن شاء الله، اللي قلبه راهم متشوق إلى زيارة بيت الله الحرام، ربي يوفقه إن شاء الله ويزور قبر الحبيب المصطفى وروضة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وربي يوفقنا جميعا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع ابتسامة عصام نستودعكم الله. السلام عليكم، بارك الله فيك.